السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر اليومية للأسواق اليوم 19 إبريل 2021. ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل تراجعات حادة وصولا إلى مستويات 91.24، وقد نصحنا في الفيديوهات السابقة بأن النظرة السلبية مستمرة على الدولار الأمريكي، ونصحنا باستغلال أي ارتفاعات للبيع، ومن المتوقع ان يتم استهداف المستويات 91.10 خلال تداولات اليوم. ولكن هذا المستوى يوفر دعما قويا بالنسبه لمؤشر الدولار الامريكي في حال الاستقرار اعلاه وفشل الدولار في كسر هذا المستوى. المتوقع ان يتم اعاده اختبار خط الاتجاه الصاعد على الاطار الزمني الاربع ساعات، ولكن في حال الكسر الواضح من المتوقع ان يمتد للتراجع الى مستويات 90.63، ويتحدد الاتجاه القادم بسواء انعكاس النظرة الحالية بالإغلاق فقط أعلى مستويات 92.10. ولكن تزيد الضغوط البيعية على مؤشر الدولار الأمريكي في حال حدث تقاطع بين المتوسط المتحرك 100 والمتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني الأربع ساعات، مما يدعم النظرة السلبية على المدى الطويل. وكان من الناحية الاقتصادية ازدادت الضغوط البيعية بالرغم من تحسن البيانات التي يراها البعض بأنها مؤقتة وأنها ناتجة فقط عن حزم التحفيز المالية الضخمة، إضافة إلى أن الفيدرال الأمريكي أعلن بأنه لن يفكر في تغيير السياسة النقدية إلا في حال تحقيق أهداف الفيدرال الأمريكي فيما يتعلق ببيانات سوق العمل أو التضخم. ونحن في الوقت الحالي بعيدا كل البعد عن تلك الأهداف، ولذلك من المتوقع أن تستمر النظرة السلبية بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي على المدى المتوسط حتى تعكس البيانات تلك النظرة. أما بالنسبة لتداولات اليورو الذي سجل ارتفاعات قوية وصولا إلى مستويات 1.2018، وتلك الارتفاعات كانت مدعومة بأنباء إيجابية فيما يتعلق بملف اللقاحات، حيث أعلنت شركة فايزر وبايونتيك بأنها ستوفر 100 مليون جرعة إضافية لدول الاتحاد الأوروبي التي كانت تعاني في الأساس من نقص في المعروض فيما يتعلق باللقاحات. وكانت تلك المشاكل تهدد النمو الاقتصادي أو التعافي لدول منطقة اليورو، وهو الأمر الذي يدعم النظرة الإيجابية خلال النصف الثاني من العام، وبالتالي شهدنا ارتفاع قوي بالنسبة لتداولات اليورو دولار. وأما في الناحية الفنية أصبحت مستويات 1.20 تمثل مستويات دعم قوية بالنسبة لتداولات اليورو دولار، ولكن يجب مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي فيما يتعلق بمستويات 91 لتحديد هل سيواصل اليورو دولار ارتفاعه إلى مستويات 1.21 أم لا. أما بالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، وقد ذكرنا من قبل بأن الاسترليني سيواصل الارتفاع على مدار الشهر الجاري، من المتوقع أن يتم استهداف المستويات 1.39، وتظل النظرة الإيجابية قائمة طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1.38. وأما بالنسبة لتداولات الدولار ين، من المتوقع أيضا أن يسجل المزيد من التراجعات إلى مستويات 106.25 على المدى الطويل، وتظل النظرة السلبية قائمة طالما استقرت التداولات أسفل مستويات 108.77. وبالنسبة لتداولات المعدن الأصفر، من المتوقع أيضا يتم استهداف المستويات 1800 دولار للأونصة في حال قارنا نفس السيناريو الذي حدث باختراق المتوسط المتحرك 200 ثم إعادة اختبار ثم ارتفاع، هو سيناريو يتكرر في ديسمبر 2020، الأمر الذي يدعم النظرة الإيجابية على المدى القصير. ولكن المستويات الحالية ليست جيدة جدا لبناء تمركزات شرائية، ولكن للمضاربة قد تصلح لبناء تمركزات شرائية من مستويات 1774. واخيرا بالنسبه لتداولات مؤشر الداو جونز، ايضا من المتوقع ان يتم استغلال اي تراجعات لبناء تمركزات شرائيه. اصبحت مستويات المقاومه المستهدفه الحاليه هي مستويات 34250، تظل النظره الايجابيه قائمه على المدى الطويل طالما استقرت التداولات اعلى مستويات 34000 و33900. كانت هذه نظره سريعه للاسواق، امنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.